على كل حال أيضا ذكرتني بموضوع ما يوجد في إحدى المكتبات البريطانية، القرآن مكتوب بدون نقط، بدون نقط، ما يدل على أنه متقدم، لأن النقط يعني في زمن التابعين، في يعني أو ممكن نقول يعني أبو الأسود هو الذي يعني بدأ في وضع النقاط، لكن يعني وجود مصحف بالرسم بدون نقط معنى ذلك أن المصاحف موجودة عند المسلمين، وقد توجد ربما غير معروفة أو غير معلنة عنها، يعني ربما أعلنت هذه المكتبة البريطانية وقد يكون يعني إشكاليات في بعض الدول لا تعلنها، يعني ما يوجد مثلا في 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 التسابق في السبعينيات بين أشخاص معدودين في عمان في جمع المخطوطات كان بشكل يعني قوي، سلطان قابوس، المستشار السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، ووزارة التراث، وأيضا مجموعة من مشايخ الشيخ صالح بن حمد الحارثي وغيره، كان السابق وسباق عنيف في جمع المخطوطات، فلا يستبعد يعني تكون هذه موجودة، يعني موجودة بشكل واضح بالنسبة خاصة المصاحف، لكن للأسف الشديد ربما ما موجود لها التاريخ، يعني أنا يوجد مثلا عندي مصحف شريف مخطوط يعني يمكن أكثر من 150 سنة هو، لكن يعني لا يوجد في تاريخ، لكن ربما يعرفه أهل المخطوطات أو الأشخاص الذين يعتنون المخطوطات، يعرفون الخطوط أحيانا، يعرفون الجلد مثلا، يعرفون أحيانا المستخدم الحبر بشكل أو بآخر، ربما أيضا بعض الآلات، الآن بعض الآلات تحدد العمر الزمني أو التقريبي للمخطوط، لكن كونه يعني أحرق كما يروى أن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله أنه كتب في التفسير، ثم بعد ذلك يعني بدأ يعني لما يعني انتقل لمرحلة أخرى كأنه استقل ما ألفه فألقاه في النهر وذهب أدراج الرياح، فكثير من الكتب ذهبت سواء كان يعني المخطوطات من المصاحف أو مخطوطات الكتب الأخرى ذهبت بهذا الشكل أو بشكل آخر، وبعضهم بقصد ربما حرقوا الكتبا أو مثلا يعني رموها، للأسف الشديد يعني صور، في صور حقيقية يعني فلان يتخلص من ميراث أبي بهذا الشكل، بالحراق أو بالإحراق أو بالغراق أو بالدفن أو ما إلى ذلك من أنواع الإشكاليات التي فيها، ولذلك يجب علينا أن نهتم بأي ورقة، بأي ما فقط مخطوط، بأي ورقة تدل على قيمة علمية وقيمة إنسانية، حتى لو كانت من غيرنا، حتى لو كان فكر غير فكرنا، هي جانب إنساني، جانب حضاري، سواء كان في يعني ما كتب في كتأليف أو كعملات أحيانا أو ما كتب في الصخور، يعني أستغرب يعني بعض الناس أو حتى المؤسسات لا تعتني بحراسة بعض الأماكن، يعني مثلا عندنا حجر مكتوب عليها أو مرسوم عليها قديم، رسم قديم أو كتابة قديمة، لماذا ما يعمل سياج؟ لماذا ما يعقد سياق سواء كان سياق زجاجي أو ما إلى ذلك من الأشياء، تستغرب يعني حتى بعض الآثار يجب أن يعمل لها سياق، وللأسف الشديد هناك من يعبث يعني يعبث بالتراث، يعبث بالمخطوطات، هذه إشكالية كبيرة، وهناك مزورون وهناك متعمدون في التزوير، يتعمدون في 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 تزوير هذه المخطوطات. على أساس نختم يعني الموضوعنا، جزئية بسيطة في قضية المخطوط أو موضوع المخطوط، الموضوع المخطوط طبعا لو نظرنا إليه من حيث الكم سنجد أن للمذهب الإباضي عدد لا بأس به، يعني مقارنة بمذهب آخر مثلا نقول الزيدية، نقول الجعفرية، نقول مثلا الأحناف، يعني ما نعمم مثل فرق الشيعة أو نعمم فرق مثل السنة ككل، فالمذهب له رصيد كبير، يعني ما ربما يكاد يكون لا نستطيع حصر
يعني للمخطوطات والوثائق العمانية. في الأستاذ خلفان أبو سعيد أحد الجامعين للمخطوطات والوثائق، وعنده ما يقرب أو ما يزيد عن 50,000 مخطوطة، 50,000 وثيقة، يعني في فترة من زمان أنا كان، ربما الآن زاد هذا العدد، يعني الآلاف الوثائق. طبعا الوثائق في سواء كان في صكوك شرعية مثلا، في مراسلات، في معاهدات مثلا، ربما يعني بعض الوصايا، كذلك يعني بعض الوثائق اللي ربما فيها حسابات لبعض الأشخاص الذين اهتموا بالأوقاف، يعني يعملون كتابة معينة. فالوثائق هذه هي عبارة عن أحيانا صفحة أو صفحتين، فكم كبير ولله الحمد، يعني هناك يعني من احتفظ بها سواء كان ورقي أصل أو نسخ، أو أيضا الآن بحسب البرامج الآن والتطبيقات المنتشرة حاليا. كم كبير، يعني أنا مرت علي آلاف المؤلفة، يعني درسنا تقريبا ما يقارب تقريبا أظن فوق 80 و 82 مكتبة في عمان، وأظن مكتبتين في غير عمان خارج عمان، يعني ما أقول حصر، لكن أقول يعني تعرفنا على بعض المخطوطات عندهم، أو أعدادها، أعداد المخطوطات وأعداد الوثائق وبعض العناوين، بعض العناوين في تلك المكتبات، وجمعناها في يعني نقول حصر بسيط أو سريع في مؤلف، إن شاء الله عسى يكون يأتي يوم من الأيام يخرج هذا المؤلف. لكن يعني موجود عند بعض الناس، موجود حصر، موجود اهتمام بهذه الوثائق. حقيقة جمعة الماجد أو مؤسسة جمعة الماجد من المؤسسات الراقية في الخليج في جمع المخطوطات وجمع الوثائق، وكنا متواصلين احنا معها لما كنت انا اشتغل في جامعة نزوة في المخطوط، وكان يعني حتى كان في تبادل محاضرات، وقعد من الخبراء عندهم في نزوة، في جامعة نزوة، وعمل معه يعني محاضرة، وحقيقة يعني ما يقومون به جهد مشكور، وخاصة في ترميم هذه المخطوطات. لكن احنا بدينا في عمان الحمد لله يعني من وقت مبكر بدينا في الترميم، وفي هناك ايضا مؤسسات خاصة للترميم المخطوطات. فهذه جزئيات صورها مهمة، من جزئيات مهمة لطالب العلم. طالب العلم لما يحصل على اي مؤلف سواء كان مخطوط او مطبوع، يعني يحافظ عليه، وفي المحافظة على عليه محافظة للعلم على كل حال، وله جزيل الشكر، وله كذلك من الله سبحانه وتعالى الثواب في أن يحفظ العلم. هذه جزئية من الجزئيات التي حببت يعني أن تكون في هذا اللقاء.